في الاعتزال انا عايز توضيح للحته اصل دي حته قانونيه مهمه جدا اللي الناس بتدفع لغايه النهارده. بص يمكن قلت حياتك مش فاهم الزمالك ينتخب، بقول لك لا ينتخب. كل اللي بيحصل جوه ده كسر لكل القواعد والاصول. وافكر حضرتك بحاجه بسيطه. لجنه كابتن حسين لبيب في 2010 فتحت باب الانتخاب وحصل اعلان رسمي على اللائحه الاسترشاديه ونزل في الجريده في احد الجرائد الرسميه. وبعد يومين اليوم الثاني اتقال باللفظ كده ان في شكاوى راحت المديريه وراحت الوزاره وبناء عليه تم قفل باب فتح باب الترشيح لانتخاباتنا. ليه يا فندم؟ قال لك لان هتتم تنقيط كشوف اعضاء وسجل اعضاء اعضاء الزمالك. حصل؟ من تاريخه دخلت اللجنه واشتغلت وخلصت وانتهت الى ان في اكتر من 21 الف عضويه عليهم قيمه مضافه، خلي بال حضرتك من اقوله، من 8/2016. مين اللي وعدهم ومين اللي ما سددش؟ المجلس، اللجنه الحاليه والمجلس اللي فات. وما خدش منهم، جات لجنه كابتن حسين لبيب، جه خطاب دوري من مديريه الشباب والرياضه اللي هو شلش، قال ممكن نقسط القيمه المضافه وندفع جزء وندي لحد ما يجي قبل ميعاد الانتخاب ب 15 يوم تكون حضرتك مسدد الايه؟ القسط المطلوب. تمام. من 15 يوم المفروض الخزنه تبقى قفلت بابها لاي ايداع ما يتسجلش جوه وارد الخزنه، خلاص في ده نقفل هنا. من يومين مندوب الخزنه والامين بتاع الخزنه كان رايح بياخد حفظات ايداع نقديه بيختمها ويعتمدها من الجهه الاداريه. هنسمي ده ان في ناس عايزه تجدد وملهاش الحق بتاع الحضور. هنطابق، وده اللي احنا جايين عليه واللي بعتنا للجهه الاداريه وبعتنا للدكتور اشرف، ان في ناس ملهاش حق التصويت وعندنا بيانها. ما استجد في الفترة اللي استلمت فيها اللجنة الحالية لحد دلوقتي لازم يسمع في الخزنة، لازم يسمع في إيراد الخزنة، ما يكونش تاريخه قبل ال 15 يوم من تاريخ الاقتراع والتصويت. لكن لحد دلوقتي زي ما حضرتك قلت من شوية، الصور اللي حضرتك شفتها وزي ما قال أخويا الدكتور عبد الله، لحد دلوقتي بتطلع تمضي طلبات بتاع إيه؟ ده أنت الطبيعي دلوقتي تبتدي تجهز وتعلن الكشوف وتعلن الميزانية والموازنة عشان اقعدوا جمعيه عموميه اطلع عليها في لوحه الاعلانات بنص اللائحه الاسترشاديه. اللائحه اللي قبل كده اللي خدنا عليها بطلان، تصدق ان التجاوز فيها لحق الفرد وحق عضو الجمعيه العموميه، ان كان مش من حق الجهه الاداريه تروح لها محاضره مجلس اداره؟ تصدق كنا بنطعن وبنرفع قواضي عليه؟ تصدق ان كانت اللائحه اللي كان فيها بطلان دي ان عضو الجمعيه العموميه ممكن ينوب عنه حد بالانتخاب بالتصويت؟ تصدق ان اللائحه دي كان فيها اللي خدت بطلان ان لو حضرتك اكتسبت العضويه قبل الانتخابات بيوم واسبوع تنتخب؟ لما جينا على اللائحه الاسترشاديه اللي القانون نصها بحكم المحكمه وحكم نهائي، مش واخدين حقوقنا كمرشحين. زي ما قال الدكتور عبد الله، انا اوزع ورق بايه؟ انا خاطب ال 92,000 عضويه ازاي؟ وبقول له من عندك وبقول للي هيسمعونا مش انت جامد؟ ما تسيب الناس تعرض نفسها على الجمعيه العموميه تختار اللي تختاره. طب دلوقتي في كاميرات بتدخل النادي تسجل، يعني انت لكم كاميرات بتخش برضه تسجل لا يا فندم، ده احنا بالعافيه وصل لواء احمد سليمان والمهندس هشام نصر وهيئه المكتب، اجتمعوا مع المسؤولين ان احنا خدنا حق. هو ساعه قفل باب الترشيح هو خد مجموعته وطلع عمل بيهم مؤتمر صحفي في مكتب، في مكتب رئيس النادي. على فكره كلمه مكتبه دي ده شويه فرش انت تاخدهم وانت ماشي مش بتوعك، ده اسمه مكتب رئيس مجلس اداره النادي. راح مجمعهم وابتدى عمل لقاء اعلامي وعرض الناس دي. فاحنا بقول زي ما انت خدت الحق ده حق من حقوقي عشان عضو الجمعيه العموميه يعرف ان انا بجيب حقوقي الشخصيه الاول عشان اروح اجيب حقوقك يا عضو الجمعيه العموميه. دخلوا كاميرات النادي بتعرفوا. بكره عندنا مؤتمر صحفي الساعه 11 في الصاله واحد نعرض فيه اعضاء القايمه. لكن حضرتك فين بقيه الحقوق؟
فين بقي يعني احنا المؤتمر ده هتحضروا الكاميرات وهيحضروا الصحفيين وكل هو الناس مدعو للإعلام والسوشيال ميديا والصحفيين تمام وكالات الانباء والجرايد عشان نمر بالكلام ده. انت بتعافر قد ايه يا شبانه؟ لا اقصد لو انا مثلا معايا كاميرا وعايز ادخل اتكلم على الانتخابات جوه النادي اقول مثلا رايكم ايه في مصطفى عبد الخالق، رايكم ايه في عبد الله جورج، لا مش لازم تاخد داخل إيه؟ داخل الصاله المغلقه ده اللي خدناه مكتسبات. لا انا بتكلم بشكل عام. لا انت بتكلم بشكل عام مش مسموح. مين يعدي من جوه ده قناه مين؟ الزمالك ما بتخشش تسجل من جوه عشان ما بتتبعش السياسه الاداره اللي بتدير النادي حاليا. فندم ما فيش كامل الحقوق. غلطه العمر ان اللجنه دي انتهت مدتها يوم 23/24 كان انتهى. دي لجنه مدانه، دي لجنه محاله للتحقيق، دي لجنه عندها فساد مالي. ترجع تاني عشان في حكم المحكمه، وحكم المحكمه ما قالش انها بريئه من الفساد المالي او اداره المال او تسهيل الاستيله، ده قال يا فندم باللفظ حكم. بس برضه ما فيش حكم طلع بالادانه فندم لسه التحقيقات. يعني خلينا نقولش برضه كلمه فساد مالي او كذا او كذا لانه ما فيش احكام بتقول ده. مش انا اللي بقوله ده قرار الوزير طالع يا شباني بيه بيقول ايقاف وتجميد المجلس للمخالفات اللي تم فحصها من اللجان ومن البلاغات اللي احنا مقدمينها ثبت انها تجاوز ومخالف وتم التحفظ على المستندات دي وتم احالتها ان انت ولا عمل. خد بالك انه الحلقه خلصت. لا بسرعه كده يعني احنا اوريدي في الايام بتاعت الزمالك ينتخب بدين الوقت لغايه الساعه 2، لكن انا بقى يعني هطلب الاداره ان احنا نمد مثلا 10 دقائق ربع ساعه بقى يا جماعه، لانه لما بيجي لي رسائل كتير والله يعني انا على فكره معظم اسئلتي من اعضاء جماعه هم بيبعتوا لي على الواتساب وعلى الفيسبوك يعني انا يعني في ردود افعال فناس كتير عماله تبعت لي، فانا بحاول يعني حتى في جزء من اسئلتي هي استفسارات لاعضاء جمعيه عموميه بيتفرجوا عليكم فعايزه تعرف الحقائق يعني. فالاداره فمشكوره تدينا ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه لو سمحتوا قولي لي بقى عشان كده اختم ولا لك ماشي فانا الربع ساعه ده باخدها نص كريم ابو شبان.